إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي محور يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية. خلاله تمت مناقشة مختلف الإشكالية القانونية والتقنية المتعلقة بمدونة السير وطرح بعض المقترحات والخروج بتوصيات. خديجة زروال وعبد الرحيم فيلول. رئاسة النيابة العامة وضعت محاربة آفة حوادث السير من بين أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها من خلال العمل على تقوية دور جهاز النيابة العامة في مكافحة الظاهرة بآلية قانونية. هذا اليوم الدراسي الذي يجمع كل المتدخلين في المجال هو من أجل مناقشة مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي بغية التقليص من حوادث السير التي تخلف يوميا حوالي 10 قتلى وأكثر من 200 مصاب. تعمل المحاكم في كل سنة بهذه المناسبة على إعداد وتنظيم ندوات ودورات تقيم خلالها حصيلة السنة وما يقوم به القضاء من أدوار ولا سيما النيابة العامة بتنسيق مع كل فاعل متدخلين في مجال إنفاذ القانون المرتبط بمدونة السير. أن هناك نقاش قضائي حول الأحكام القضائية الاجتهاد القضائي في الموضوع. ثانيا ما هي أهم القوانين المطلوب وضعها من أجل الحد من هذه الحوادث السير تؤدي إلى مآسي وتؤدي إلى جروح وموتى كل سنة. ووزارة العدل كتشتغل مع السيد رئيس السلطة القضائية ومع السيد رئيس النيابة العامة من أجل الوصول إلى تصورات قانونية ومؤسساتية للحد من هذه الآفة التي تمس بحياة المغاربة. منح القضاء دورا محوريا في الحرص على ضمان التطبيق السليم لمدونة السير والتقيد بأحكامها والسهر على حماية حقوق ضحايا حوادث السير وردع المخالفين يعتبر أساسيا في التنزيل الفعلي لأحكام المدونة. من طبيعة الحال المراقبة والزجر هي أحد المداخل الأساسية في تأطير السلوك ومحاربة العنف الطرقي، وفي هذا الإطار لابد من ملائمة مستمرة لهذه المنظومة الشرعية التي تعطي القاعدة القانونية لتدخل واحد المجموعة ديال المتدخلين وخاصة أعوان المراقبة. وفي هذا الإطار كنهني وكنشكر رئاسة النيابة العامة على تنظيم هذا اليوم الدراسي من طبيعة الحال من أجل استقصاء وتبادل الآراء حول مختلف الإكراهات المرتبطة بالتنزيل السليم لمدونة السير. مخرجات هذا اليوم الدراسي ستكون لها قيمة مضافة في تطوير المنظومة التشريعية التي سيتبناها كل المتدخلين في أفق إعداد مخطط تشريعي يأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات.